السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. الفيديو ديالي تاع اليوم نلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. بالمناسبه نتمنى لكم سنه سعيده هجريه، تخلي لكم بالصحه وبالسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي ويبعد علينا هذا الوباء. الوغ اليوم الفيديو ديال اليوم جبت لكم فيه كيك بسكوت. عندي نبقى مع المقادير، عندي 350 غرام ديال البسكوت، ثلاثه البيضات، كاس عامر ديال الكوبيل، نستعمل هذا سيداتي، كاس ديال السكر، كاس معمر الزيت، كاس الحليب، قبصه الملحه، ثلاثه تاع الخميرات ديال الكاكاو مر، وجوج لافاني، وثلاثه ديال خميرات حمرين. وعندي شوكولا ديال لاكاناش. بقاو مع الطريقه تاع التحضير. Thank you.
شفتي كيما شفتي كنطحن كلشي في المولينكس كيما شفتي الطريقه في الفيديو. وعندي هاد لومو اللي كيتفتح ديجا دايره الزبده كيما كتشوفي سيداتي. غندهنوا كلشي المول ديالنا بالزبده من هنا كله، كلشي سيعرف هاد الطريقه. ها هي سيداتي كيما كتشوفي هنا. وغادي ندير بلاصه الطحين غادي ندير كاكاو، حيت عندنا عندنا لو غاتو بالكاكاو كيما كديري كاع لي مول بحال هكا كسيداتي كيما كتشوفوا. ها كنغطي كلشي هذا الزبده بالكاكاو كيما كتشوفي. ها هي سيداتي بقاو معايا نغطي هاد المول ونرجع لكم كيما كتشوفي سيداتي. ها هو المول، هاو غادي نخوي الكيك ديالي هنا العجين كيما كتشوفي. ها هو راني مسخنه الفران على 180 درجه، غادي نقص بحال كاع لي كيك وغادي تقابلي سيداتي بالمهل اللي يتحرق شويه تيطلع. بقى معايا مع الفيديو. شوفوا سيداتي ها هي طابت، غادي نديرو دابا لا غاناش. بقاو معايا سيداتي. كندير واحد الحليب فيه شويه ديال كاس على الحليب فيه شويه تاع كاكاو، هو اللي غادي ندير مع الشوكولا غاناش ديالي كما كتشوفوا. غنخلي واحد تيغلي هاد شويه تاع الحليب وغنزيد عليه الشوكولا ديالي. شوفوا لاغاناش تاعي وجدات. ها هي هذاك الحليب والشوكولا، غادي نديرها نيشان على الكيك ديالي راحتو. غنوزع هكا كلها الشوكولاتة، هدا غنوزعو كامل. شوفي سيداتي غنخلي الكيك تاعي يتشرب هاد الشوكولا ويبرد. غنزينو دابا، بقاو معايا غنزينو الطريفات ديال الكركاع